وحول اليوم الأول الذي ميز أشغال الجلسة الافتتاحية لمنتدى ميدايز الدولي بطنجة، نتابع التفاصيل مع موفدتنا رجاء فضلي. اليوم الأول من منتدى ميدايز تميز طبعا بالجلسة الافتتاحية، هذه الجلسة التي تميزت بحضور العديد من الشخصيات الكبيرة والوازنة في عالم السياسة وعالم المال والأعمال أيضا والجيوستراتيجية. هذه الجلسة تميزت بتقديم مجموعة من المداخلات لكبار الشخصيات التي تحضر هذه السنة لمنتدى ميدايز، وأيضا بتقديم جائزة لفائدة سيدة برزت بشكل كبير في الساحة العربية والإفريقية، هي السيدة حصة الصباح، الشيخة حصة الصباح من الكويت، التي حازت على جائزة المرأة نظرا لدعمها لمجموعة من المشاريع التي تقودها نساء عربيات وإفريقيات أيضا، ونظرا لكونها تهتم بشكل كبير بمسألة ربط نساء الشرق الأوسط بنساء الإفريقيات أيضا ودعمهن ودعم حقوقهن. إذن بالنسبة اليوم الأول تميز أيضا بعقد مجموعة من الورشات، ورشات العمل التي تميزت بالتركيز على أساسا على مسألة مبادرة انضمام المغرب إلى مجموعة دول غرب إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هذا المبادرة التي ثمنها العديد من الخبراء الدوليين المشاركين في هذا المنتدى وفي هذه الدورة 11 من منتدى ميدايز. إذن بالنسبة للقضايا التي سيناقشها ميدايز هذه السنة سيناقش العديد من المبادرات، كما قلت أسس هذا التوجه الغرب الإفريقي للمغرب، المكاسب والرهانات أيضا، هناك أيضا مبادرة الأعمال بين الصين وإفريقيا طريق الحرير الجديدة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والأمن والتحولات الاقتصادية العالمية.